طيب مكملين مع حضراتكم عبد الرحمن مجدي ومحسن لملوم. خلينا استاذ محسن, ماتش الزمالك برضو ان شاء الله يوم الخميس امام المنافس, بقى خلاص بقى منافس تقليدي للفريقين حقيقة, سواء بقى للاهلي او للزمالك, وبالتالي ماتش صعب برضو على الفريقين. في حاله ان انت بتتكلم كمان ان نادي الزمالك جاي من هزيمه صعبه, مش عايز اقول يعني اللفظ, لكن هي تعتبر لا فضيحه, لا هي كارثيه, انا مش عايز اقولها, هي كارثيه زي ما قال استاذ محسن. فكره انك فريق ممكن يكون اتغلب من فرق ممكن مصريه, انا في الدوري الممتاز زي ما قلنا العرب 9, من فرق اخرى في افريقيا ممكن 13, يجي يكسب نادي الزمالك ايا كان بقى, وبيلعب خارج ارضه يكسبه 2-0, بالتالي داخل على ماتش برضه صعب, وهربطهم هما الاثنين ببعض الحقيقه. يعني خلينا اتكلم بس على ماتش ارتا سولار الاول. شوف, ايا كان لا يليق ابدا مهما كانت ظروف الزمالك, مفيش حتى مدرب, مفيش اداره, كل ده حاجه اللي موجوده, لا لان دي انت كده بتعمل تاريخ سلبي. يعني ايه, انا ما عنديش شك ان الزمالك هيكسب هنا وكتير يا سيدي, خليه يكسب 80-0. لو كسب 80-0 هتظل هزيمته من ارتا سولار الجيبوتي ده وصمه عار في تاريخ نادي الزمالك الكبير, ما ينفعش ابدا, ده ما يليقش. يعني انت كده بتعمل ايه, الحاجات اللي بتبقى بسيطه دي بتبقى مره كده, يعني مثلا ما حصل من بني عبيد واحده كده وخلاص. لكن كان في فرق من اثيوبيا برضو, كان في فرق من اثيوبيا اسمها ايه دي, ولاية ديتشا يعني جابوا جول اسمه عبد الصمد, احنا فاكرينه لغايه دلوقتي. بالظبط, ما هو تاريخه ده. يعني انت النهارده لما تشوف مثلا بني عبيد كل سنه بيجي عامل تورته وذكرى مش عارف ال 13 للفوز, هو ما حلتوش حاجه الا كده. معلش, انت سمعت عن اي ماتش لبني عبيد غير ماتشين مع الزمالك؟ مره كسب 1-0 ومره خسر 6, بس انت مش هتفتكر له الا الواحد 6, لان ال 6 ده طبيعي, ده طبيعي جدا, و60 مش 6 بس. فانت النهارده ما عنديش شك ان الزمالك يكسب طبعا ارتا سولار ده 80 مش مشكله, لكن انت يعني لطخت ثيابك البيضاء بهزيمه نقراء من فريق مش موجود اساسا, ودخلت التاريخ ان ده اول مره فريق من شمال افريقيا عامه يتغلب من فريق من جيبوتي, مع احترامي طبعا, بس الكره الفريق كبير جدا, ما ينفعش ابدا اللي حصل للزمالك. خلاص اللي حصل, ان شاء الله نادي الزمالك طبعا يعوض, ولو ان الخساره هتفضل. ده ياثر على ماتش بيراميدز طبعا, هيضغط الزمالك اكتر, لانه